عبد المجيد الفار، ثم مهنة صناعة الفذة. ثم الصناعة هذه قال واحد من صغر وانا عاشق في الفضة وعاشق في الصناعة تاعها، والحمد لله قال الواحد ثم الحالة الحاجة هذه الحرفة مليحة، وبديت الحرفة هذه من قول ثم راني قول صغير، قول من عام 2004 2004 ثم راني داخل في المهنة الحرفة تاع الفضة هذه الصناعة التقليدية، والخواتم والمجالها كبير واسع المجال هذا. وسما راني قديم بزاف في الواد اللي هنا، سما راي الفضة هذه ما كانتش مشهورة، ما كانت سما الفضة كانت ذهب الوقت هذاك، حتى بلاكيور ما كان، سما الناس تمشي غير بالذهب. وبدأت تطور الحالة، بدأت تخرج الفضة هذه، سما كنا نخدمو فيها احنا صغار نعشقوها. أنواع الفضة سما ذوك الفضة أنواع، واش كان نخدم الخواتم، نخدمو السلاسل تاع الأسامي، دايرين عندي طفل خويا داير لاتولي في الدار، غادي ماشينا دايري ذوب وماشينا تاع الأسامي تاع الذهب تاع الفضة، خواتم براسليات. سما كنا في المهنة هذه كنا شوي تعبين، سما أول ما بدينا بدينا قولوا بحاجة خفيفة بالتلحيم والتشليل، سما خدمة اليد كيما نقولوا احنا خفافي، فهمو بدينا بشوي بشوي. سما الانسان راهو ديما يتوكل على ربي سبحانه اول حاجه، وثاني حاجه يكون الانسان قدر نيته وقال يخدم يتقن العمل تاعو ويكون يحبها المهنه هذه، ما يكونش مثال مستاهل معاها، لازم يخدمها من قلبه من قلبه. سما وانا الحمد لله سما راني قال واحد من عشاق الفضة، مهنة وحرفة وأول حاجة. ثاني كاين الشايب هو الدعم الوحيد في المهنة هذه، سما اسم السايب اسم الشايب تاعنا هو عز الدين الفار، سما راهو كان أول صايغي لهنا، أول صايغي ذهب في واد سوف. قبل كنا صغار كنا نشوفه غير بعينينا أول حاجة، وثاني حاجة هو اللي دعمنا لها بارك الله فيه، الله يطول عمره وربي يخليه هنا. قال واحد سما كان مش من هو، سما الإنسان ما يصلش الحاجة هذه بكل صراحة، تحذير التأكيد ندخل العمل المجال تاع لاتولي، سما لازم ماشي سما ما الحق راهو الطفل، هو الطفل خويا هو اللي داير لاتولي. على كل حال سما هو العقل المدبر، سما الانسان كان وحده ودرك قال كيد وحده ما تصرفقش، سما راني كنت حاجه خفيفه الانسان هاو كي جا مع خوه وجا منا، والحمد لله كي جا هو طورت الحاله، سما عدت بشوي بشوي دار ماشينات، فهمت، ماشينات ضخمه تخدم الفضه تخدم الذهب تخدم كلش، سما راهو قال هو العقل المدبر، هو اللي سما هو اللي يطور الحاله تاعو بالعقل وبالفكر وبالاتقان بالعمل الصالح والصدق. سما انسان راهو ديما يدير حاجه في باله ديما يخدم بالاتقان، الاتقان راهو مليح، الاتقان ما كانش احلى من الاتقان. عندكم الكليو كاين، الكليو عندنا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، احنا سما رانا معروفين الفار كما نقولوا معروفين سما في ولايه واد سوف كل. على كل حال عندكم الكليو من داخل الولايه ولا حتى خارج الولايه؟ الكليو عندنا درك سما رانا نخدموا غير الولايه تاعنا احنا تاع واد سوف فقط، وتشوف با فقط نخدم، والحمد لله راهي تطورت درك الحاله. احنا راهي كانت قبل كنا احنا اول فضه في واتسوف،
اول فضه في واتسوف ما كانتش الفضه، كانت ما كانش ما كان حتى كان كاين قليله 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 جدا، ما كان ذهب هو لي يمشي. قول له سما راهي الحرفه راهي مليحه، خدمه اليد تكوين مليح، انسان اللي قاعد ما يجيب والو، ديما الانسان يسبب. على كل حال ما حتى ما دارش حرفه نقولوا حتى يخدم حتى عمل يومي ساعة. المهم اللي قاعد ما كانش ما قاعد لي انا في زوار ربع حيوط وقاعد لي تقول لي انا الخدمه ما كانش. لا يا اخي سبب، دير حرفه على روحك، دير مهنه، دير حاجه، حرك روحك شويه، ينشط الانسان ديما ما يئس. وديما كاين ربي سبحانه هو الرازق اول حاجه، ما انسان يمشي بنيته. محلات مجد ايطاليا للفضه الحديثه، تروح حبيبكم ثم مرحبا بكم على كل حال، وشرفنا حضور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الأزهر الفار أخو عبد المجيد فار. هذه المهنة قديمة حوالي 20 سنة، وهي لحد الآن ما زالت كما نقول حديث الوقت. مهنة من يمارسها يعشقها، هي صعبة مع بعض الشيء، لكنها مهنة أعيد جيدة جدا. لدينا فيها خدمات كثيرة، تشليل، تصليح، بيع. المهم هو هنا رضا الزبون والمعاملة الجيدة. كما قال أخي عبد المجيد أن هذه المهنة ورثناها أبا عن جد. هذه المهنة تعلمناها منذ الصغر على الوالد حفظه الله مدة 20 سنة فما فوق. هذه المدة يعني مدة كبيرة وطويلة. ومرحبا بك اليوم فضة الفار عند لزر عبد المجيد. الحمد لله احنا معروفين هنايا، والناس كل تعرفنا، والثقة والأمان والخدمة ثاني نظيفة، والإتقان والجودة. يعني الزبون كي يدخل هنا ويخرج نخليه يخرج يضحك، يعني مش هذاك اللي يخرج متقلق، ولا نحاول أنه نوفر لهم أي خدمة أي حاجة، نحاول أنه يخرج من هنا راضي بإذن